هذا الأمر يعني محتاج سنوات، محتاج وقت طويل جدا عشان نبدا نزرع في المفاهيم هذه. وديما نعاود ونأكد عشان نعرف نربوا ابنائنا صح لابد ان احنا نربوا انفسنا، عشان اني نقدر نعلم ابني حدود التربيه زي ما قلتي انت، وما نخليش يتطالب او يطلب باشياء فوق او شيء يرفض دين المجتمع اللي بالدين الاسلامي وشيء يرفض عاداتنا الاجتماعيه. اذا لابد اني يعني اولا اني يعني نكون قدوه ليه، لان الطفل اول ما يكون في بدايه عمره لحد سن ال 12 خلينا نقوله، مع ان حاليا تو الانفتاح بدي اكثر، اللي عند السبعة تنتهي قدوة الأب والأم ويبدأ في البحث عن قدوات خارج المنزل. لكن لما أنا طفلي مثلا، أنا أقول لطفلي ما تسهرش، ابني حنقوله حتى من هو العمر الحساس في موضوع السهر خارج البيت عدد 15-16، الأب يروح الساعة 3 في الليل ويسأل الأم أنت روح، وجيبي عاقبة على إنه هو أصلا روح مؤخر أو سهر، وانت اصلا تسهر. لما الاب يكون مدخن ويحاول انه يفرض على ابنه عدم التدخين، والابن هنا حيشوفها حجز للحريه، لانك انت تفعل في هذا الفعل وتطلب مني أنا. وقبل هذا كله لابد ان الابناء يفهم، الاباء والامهات، اي حد تربوي، الام، الاب، المعلم، لان حتى المعلم له دور في التربيه، وكل اللي حوالين الاطفال هذول اللي حيبدوا شباب بعد فتره، ان انا مش ملزم انني نحدد له حريته، انا ملزم اني نوريه حدود الحريه، لان شئنا ام ابينا مرحله معينه وهذا الطفل حيكون شاب وحيتخذ قراراته بنفسه وحيكون حر غصبا عنا شئنا ام ابينا في عمر ال 20 ال 27 وحاليا من ال 15-16، لما يكون هو مثلا معتمد على نفسه ماديا، لما يكون الشباب مثلا ما يكمل دراسته من 16 يشتغل، اللي نشوفه فيه توه في الشارع الليبي بمحكم ما يحدث حاليا في بلدنا، تلقى هو الشاب عنده مدخول يمكن اعلى حتى من مدخول والده، فمش حيقدروا يفرضوا عليه حدود معينه الحرية. لهذا لابد اني انا فقط اقوم بدوري كتربوي اني انا نوري ابني حدود الصح، حدود التربيه، وهذا يبدا من البدايه زي ما قلنا اول حاجه القدوه، اني انا نربي نفسي ونكون فعلا قدوه لي في القياده، انا ما نتجاوزش اشارات المرور وبعدين طبيعي وابني حيدير زيني، الابناء ينسخوا في اهلهم. ثم بعد ذلك الحوار والحديث مع الابناء، لابد اني انا ابنائي يعني قداش نقعدوا ساعه مع ابنائنا، ضغط العمل ولقمه العيش، زمان الاباء كانوا يشتغلوا لكن الامهات كانوا يقعدوا مع الابناء. توا للأسف الأم والأب خارج المنزل والطفل قدوته هو التلفزيون، يأخذ كل أفكاره وكل معتقداته ومساحات الحرية اللي هو يطمح لها من خلال التلفاز. ما فيش حد حكى له على التاريخ العربي، التاريخ الإسلامي، حتى التاريخ العالمي، ما فيش ناس ناجحة بدون ما كانت أصلا ناس منضبطة في حياتها، ناس عندها حدود في حريتها ومحترمة غيرها. فلابد أن نتعلم الحوار، وفوق كل شيء لابد أن احنا أول حاجة نفهمه أن احنا مش من حقنا فرض حدود معينة. ونشوفوا مثلا خلينا نحكوا هيك حاجة بسيطة، يعني عن رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو التربوي الأول، هو اللي لازم نتعلمه منه أصول التربية. يعني شوفوا احنا لما يجي واحد يقول لي أبوه مثلا بابا أنا اليوم أول مرة بنسهر، اليوم بنعطل شوية مع أصحابي، هيتهجم عليه ويعلي الصوت ولا استعمال كلمة لا كرفض مطلق لأي طلب الأب يشوفه تجاوز للحرية، أي طلب مثلا أي شيء يخطر في بالك الأب أو الأم يشوفوا أن هذا غير مسموح للأبناء، حتى لو كان فعلا غير مسموح. مثلا البنت طلبت أنها تبات عند صديقتها، وأنا نأيد الأمهات اللي يرفضوا، لأن للأسف الظاهرة هي طرقت لها قصدا، ظاهرة مهمة جدا بادية في مجتمعنا.